أهلا بكم في النشرة الرياضية. شهدت الجولة الثالثة من البطولة العربية للدرجات الهوائية سيطرة مغربية جزائرية على مجريات المنافسة في سباق فردي ضد الساعة لفئة الناشئين لمسافة 13 كيلومترا وسباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 29 كيلومترا. ونجح دراج المنتخب الجزائري بوشلاغم عبد الرحمن بالفوز بالمركز الأول في مسابقة الفردي لفئة الشباب. أما في سباق فردي ضد الساعة لفئة الناشئين لمسافة 13 كيلومترا فنجح دراج المنتخب المغربي المهدي شكري من اقتناص المركز الأول. الحمد لله انا فرحان بزاف بهذا الفوز هذا، والحمد لله ضربنا شعره بزاف، وحسن حسن التدريبات المدرب الحالي احمد استطعنا باش نفوزوا. العام الماضي ايضا فزنا ضد الساعه، وهذا العام ان شاء الله الحمد لله فزنا ضد الساعه فردي، وراح نجيب ان شاء الله البطولات الجايه. الحمد لله على هذه الميداليه، ونحب نشكر اللي عاونوني كل لونترونور سي مروان والميكانيك والطاقم الكل، نشكر والدي خاطر معاه. وإلى الدوري المحلي لكرة القدم، حقق فريق الرفاع فوزا ثمينا على حساب نظيره سترة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الرابعة لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. ميلادين افتتح تسجيل الرفاع في الدقيقة 14، وأضاف زميله حسين سلمان الهدف الثاني في الدقيقة 38، فيما قلص محمد عيسى النتيجة لسترة بتسجيله الهدف الأول بعد متابعته لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ليعود الرفاع ويسجل الهدف الثالث بإمضاء اللاعب علي السيد عيسى في الدقيقة 72. وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي سترة على رصيده السابق بأربع نقاط. وفي المواجهة الثانية صعد البسيتين إلى صدارة الدوري بعد فوزه الصعب على الحالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطنية. وبهذا الفوز رفع حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الحالة عند 2. من موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، انطلق ماراثون البحرين للتتابع بمشاركة واسعة وبأهداف خيرية نبيلة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. وسط مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، انطلق سباق ماراثون البحرين للتتابع من حلبة البحرين الدولية، حيث شارك في الماراثون 145 فريقا وأكثر من 2000 عداء وعداءة من مختلف الأعمار. ويعد هذا الماراثون من أهم السباقات الخيرية، إذ يذهب ريع هذه الفعالية الرياضية والتي تقام سنويا إلى الجمعيات الخيرية. السباق طبعا من تنظيم راوند تيبل البحرين بمشاركة نادي منظمي سباقات السيارات، طبعا أنا أمثل نادي منظمي سباقات السيارات. عندنا اليوم تقريبا 200 منظم من نادي المنظمين، هم طبعا نفسهم منظمين سباق الفورمولا 1. هذه يمكن السنة الخامسة أو السادسة احنا نشارك راوند تيبل في تنظيم السباق. الحمد لله كل سنة التنظيم يكون أحسن وأحسن. الماراثون انطلق من حلبة البحرين الدولية بالصخير، ثم تجول العداؤون في المحافظة الجنوبية لمسافة 49 كيلومترا، قطع خلالها كل فريق 16 مرحلة بمعدل 3 كيلومترات لكل مرحلة، وسط تنافس كبير بين الفرق التي تحدى عداؤها الأجواء الحارة من أجل الظفر بالمراكز الأولى. كان التوقيت شوي يعني صراحة صعب، صراحة لأنه حار، وهذه توقيت يعني بعد 10 لو بدينا 8 يكون أحسن من ناحية الجو، أما النتائج الحمد لله الشباب ما قصروا، يعني كان قد المسؤولية وكان يعني فيك تكاتف رغم يعني التحديات، رغم التحدي السباق ورغم التحدي الجو. طبعا هاي أول مشاركة لي في ماراثون، وأول ماراثون هو ماراثون البحرين. طبعا مشاركتي من جهة جفير فتنس سنتر، وما شاء الله الماراثون كان وايد عجيب، وبس الجو ما شاء الله وايد حار 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 يعني، خاصة فينا في البر وثراب وغبار، الحمد لله الله وفقنا. فريق فندق ريدز كارلتون أحرز المركز الأول في التصنيف العام للسباق، بينما أحرز فريق كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بجامعة البحرين المركز الأول في السباق على مستوى الجامعات.
مشتركين في فريق من تقريبا 16 لاعب ولاعبة. الحمد لله لحد الآن احنا بخير ان شاء الله، والأجواء كلش بصراحة صحيح الجو حار لكنه الحمد لله الكل دا يأدي، وما شاء الله المشاركين كثيرين من عدة مؤسسات وعدة شركات. والله مشاركاتنا كانت جيدة ورغم المنافسة لكن مركزنا زين الحمد لله. ظهر واضحا حرص الفرق المشاركة على إنجاح هذه الفعالية الرياضية الخيرية وإكمال مراحل السباق حتى خط النهاية، الأمر الذي ترك أصداء إيجابية لدى المنظمين الذين أبدوا ارتياحهم البالغ لحجم المشاركة والدعم الكبير من الجهات الرسمية والأهلية. من حلبة البحرين الدولية، حمود الجيب لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.